شوف قلبك معبي وعملوا فيك وانت زاده ماكش معصوم من الخطا انت بشر مش معصوم من الخطا صحيت خلينا نتفق صحيت ولا ما ضربنيش من بربي ماهوش يضرب وتمن اللي كونه الدنيا فيها موت الحمد لله وتفهم تمن اللي كونه اولادك عندهم عليك حق عندهم صحيت انا تولي مانيش فاهمه سي شادلي علاش ماهر رد بالك راه ما مشاش في زنقه ولا لدار مامات ولا لدار عمته باش يحكي جاء البرنامج اسمه صفي قلبك تونسي كنت تتفرج الليله اي نعم باش يقول راني مراش وراه بابا استغل اني مراش وصححت له على ورق اولا خلينا نتفقوا عشني حكيت الارض 100 متر وهذيا انا نخدم في الكراج عندي جاري مش يبيع في 100 متر تفهمت انا وياه وباش نمشوا نكتبوه به في بالي باش نمشي في كرهبتي يا اخي جاني مول التراب عنده كرهبه جاني للكراج سي ماهر بحذايا غادي به هبطنا الريدو وطلعنا انا وماهر معاه في الكرهبه خاطر مشينا للعدل كي مشينا للعدل جيت نضرب على بطاقتي قاعدة في الكهرباء. به. سي ماهر بطاقته تحت. به. قلت له ماهر هات بطاقتك خيا لو كان انا عندي نية خايبة نقول له هات بطاقتك ولا هات نكتبها لك باسمك ما نكتبها ليش باسمك. راني ماخذ احتياطي من الاول اما انا على حسن نية. هات بطاقتك عندك ولا عندي تو نهار اللي ينوب ربي تو نرجعها. علاش باش نرجعها سي جعفر؟ لأن ماهوش وحده هو معاه ثلاثة أخوة آخرين. إذا كان هذاك باش نعطيه 100 متر نعطي الناس كل كيف كيف علاش الحيل؟ مد بطاقتك تبناها باسمه به؟ به برا 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 اللي جيت باش نبني فيها كي جيت باش نبني فيها كيفاش نبنيها هذاك ب 100 متر وهذاكم كل واحد مساكين ما مزاد صغيرين هاي يا ماهر قلت هاي رجعوا ل 100 متر قال لي الله يبارك باب فسرت له فهمت في بالي بكل شيء قال لك صححت على وضع مالك سي شيرس اسمعني عاد خليني نحكي لك الحكايه سي سامحني لحظه وي لحظه حجاني شي صادق علاش يبعثني لدارنا علاه نهارتها بالذات نمشي انا لدارنا كي هو صادق شو سي جعفر علاه وقت لي علمت بالحكايه اش عمل هو مشى سبق للعدل العدل يعرفنا الناس كل حكى الحكايه قال له راهو باباك ال 100 متر باش يرجع فيها باسمه لكن قبل ما يرجعها باسمه معمولك الربي كلمه يعمل لي مشروع. لحظه لحظه نسمع فيك ماهر. سيجار هذا مش سبب انه باش تقول نسيت بطاقه تعريف في الدار تنجم تبطل البيعه وتقول له استناني نمشي نجيب بطاقه تعريف ونجي. عاد انا ما في باليش بيك. لحظه سي شادي. هذه اول نقطه. ثاني نقطه لو كان ما جاش عندي حق ما نكتبش مع مول المول ديريكت. ثالث حاجه ما نسامحكش على الكلام اللي قلته لا قدام ربي ولا قدام العباد. امين. رابع حاجه راهو يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ما نقول لك شيء واك على القران كيف ولا يعرف ولدي والله لا تعز عليا كي وليت تعرفك اللي نحكوا لك فيه الصحيح اما تو زمان هكا. اللي يلعب عجب. برشا يكسب برشا اما اسمع اما احنا زواولة ربي معانا احليلي وكهو اسمعني انا مش نقول لك كان ربي معانا وكهو اسمع ربي فوق الناس الكل ربي فوق الناس الكل انت حارمني من ولادي وهذاك انت حارمني من ولادي وما تخلينيش نشوفه خليه انت ما تعملش حتى شيء نضحك ربي هذاك ما تقولي انا عندي اسرار اسرار ما نجمش نحكيها قدام انا اللي عندي اسرار وحشمت من ربي ومن العباد نحكيش والله وماضي الشيخ خير وين ماشي بها سي جعفر في عزة الرحمة بالليلة اه بابا عنده السيد هذايا عنده فيسبوك فاضح فيه يخدم في الريسبسيون ايش داخلك فيه في المقاولات الرهيب مقدم بهم التحايل فهمتني الانسان هذايا راني ما لقيتش فيه الخير لو كان جيت لقيت فيه الخير راني ما يطردنيش من الدار توا انتم مطيشين في الشارع نحن تويكا والله يوصل الراجل سكننا ببلاش بس ستوب ستوب سيبنا من كل شيء شادي طليقتك معناتها وكل شيء تحكيه راهو كان ثم حاجه خلينا نفهموا نحن خاطر توا انتم دخلتونا معناتها دخلتوا لديارنا